اختي اللي حاطه عليها الراس، اختي اللي من ديما كانت تقول لي ردي البال مع راجلك، عندك تخليه يخرج مع صحابه وياك هادي، عندك يكون كاين خونك. غادي نكتشفها مصيفط عليه ميساج وكتقول ليه جميلات ديالي، اميراتي الفنات اللي منوريني الحياه، نسم الناس كونوا بخير. مرحبا بكم كاملين في كيد نسا مع شهرزاد. ما تخافوش البنات، قصتنا اليوم شاخده بامتياز. صاحبتها ليلى ومولاتي مقرصه، اي حقا وقعت فيها واحد الصدمه اللي ما عمرها ما كانت كتنتظرها بالحق. عرفت كيفاش تسلك راسها وتقول ليلى مولاتي مقرصه. ما غنقول لكم والو من غير شدوا بلايصكم وتصنتوا ليا مزيان. ما غنزيدش نطول عليكم وندخلوا في قصتنا مباشره. سميتي حفصة واليوم جيت نعاود لكم حكايتي وما جرى فيها، وغادي نبدا لكم القصة ديالي من الاول ديالها. انا هي اخر العنقود، الاخر ديال المصرانة كيف ما كيقولوا. المهم تي النهار اللي حملات بيا ما عجبهاش الحال وما كانتش راضية، حيت في هذيك الوقيته خوتي وخواتاتي كاملين كبروا وجاتها فحال حشومة وعيب، وما كانتش باغا. كانت كتقول ان بناتها غادي تخطبوا وهي يلا غتبقى تولد، ولكن ما كان عندها ما دير. هذه هي قدرة الله، صافية هذيك استسلمت الامر الواقع وحمدت الله وشكراتو. عكس الاب ديالي اللي كفسق ليها الخبر انها حاملة طار بالفرحة وعجبو الحال، كان كيقولها هدية احسن هدية من عند سيدي ربي ليا. المهم دازت داك 9 شهور ديال الحمل وكانت ولدتني مهمتي وتكرفصات بزاف في الولاده. الاب ديالي دار ليا احسن اسبوع، ومن ديك النهار ما عمرو خصصني من شي حاجه، كان كيتسطى وكيحماق عليا ودير ليا خاطري لاقصى درجه. المهم بديت كنكبر وما جيت فين درت 3 سنين حتى خوتي واحد من مورا واحد، ها اللي كيخدم ها اللي كيتزوج، المهم كل واحد وشنو دار في حياته. صافي بقينا جارين حتى كنت وصلت 12 عام، وفي هذا الوقت خوتي وخواتاتي كاملين كانوا خواو الدار، كلشي كان تزوج ودار ديورو. المهم مهمتي ديك الساعه ولات فرحانه بيا وكتقول لينا حمد الله وشاكرك به، لانني كون ما ولدتك شكون بقيت دابا جالسه غير بوحدي، والاب ديالي كان كيخدم في الطريق اكثريه ما كيكونش في الدار. صافي يا هاديك بقينا هكاك، انا راه ماشي مدلعه شي حاجه ما اكثر اللي بغيتها وحليت عليها فمي كتجي حتى لعندي، المهم تيدايره ليا كيف الملقليل. الاب ديالي كذلك هو مثال. المهم غادي نبقاو جارين حتى العام ديال الباك. العام ديال الباك غناخذو بواحد النقطه مزيانه وغادي نتقاتل باش نمشي نخرج برا ونكمل قرايتي. بالحق ما غادي ما غاديش يسهل عليا الله، كان موعدني خويا هو اللي غادي يطلع لي الوراق على حسابه، بالحق حتى شي حاجه ما تيسرات. صافي اضطريت انني نقرا في المغرب، ولكن ما نكذبش عليكم عينيا كان دائما على اوروبا. كنت كنتسنى النهار اللي سهل عليا الله ونمشي لهذيك البلاد، ما عرفتش علاش، يمكن حيت خوتي النص ديالهم كاين تما، يمكن حيت عائلتي بزاف كاينين تما، ما عرفتش. مهم انا من صغري كنت باغا نمشي لاوروبا، باغا نخوي البلاد. واخا مو با كانوا كيقولوا لي بنيتي ما عندك فين تمشي بجلسي معانا، حنا بغينا اللي نتوانسوا معاه. حتى في الوقت اللي كنت باغا نخرج يعني برا البلاد من مورا الباك، الاب ديالي ما كانش عاجبو الحال، غير قال لي انا ما نبغيش نوقف له قدام المستقبل ديالك. صافي يا هاديك كملت قرايتي وكنت مولوعه باللغات، كنت واحد البنت اللي كانت سطه وكنحماق على شي حاجه سميتها اللغه، كنقرا حين دايره في بالي واحد النهار غادي نمشي لعلى برا. المهم كانت عندي لونغلي والفرنسي كيف الما، وكنت كنقشبل شويه في الاسبانيونيه والهولنديه. المهم كنصوفي راسي فيها لان خوتي كانوا في هاد جوج دول. صافي هاديك بقينا جارين هكاك حتى العام اللي غادي تجي اختي وغادي يجيو معاها نسابها، ونسابها راه مغاربه غير هما كاملين عايشين في هولندا. المهم غادي يجيو وغيجلسوا معنا تقريبا 20 يوم. فهذوك نسابها كان واحد لوسها باقي صغير كنكبر مني انا بعام. مهم هاد لوسها كان مزيود في هولندا، المغربيه كيعرف لها واحد شويه، هضرته كامله هولنديه وكان كيشقبل شويه في لونغلي. المهم هاد لوسها كنت فهمت معاه، بديت كنهضر انا وياه، ارتاحينا لبعضياتنا، انايا كنت كنهضر معاه شويه بالهولنديه ونسلكه معاه بالانجليزيه. مهم كنا كنهضروا شادين السون، ما جات فين تكمل هذيك العطيله حتى كندوي مع والديه وقال لهم بغيت حفصه للزواج. والديه قالوا ليه مرحبا، ها انا هو النهار الكبير، حيت هذا الولد بالضبط كان شويه خارج الطريق، كان عنده مع السهرات والزهو وعقليه ديال اوروبا بامتياز، ما كانش عنده مشكل، ما عنده لا ثقافه هكا عربيه، ما عندوش داكشي زعما ديال ماشي انسان محافظ، يعني كنقولوا متفتح بلا قياس. وكانوا ما كرهوش ليه شي وحده مغربيه اللي تجمعوا تردوا للدين وتردوا عاوتاني لدوك الاخلاق ديالنا والمبادئ ديالنا. المهم فرحوا بزاف وخلاص، حنت اختي راه مجربينها قبل من
مني، انسانه اللي داخله سوق راسها، ما عندها لا مشاكل لا مع صداع. صافي هذيك الامور كامله تيسرات. وفعلا فهذيك العطيله كانوا خطبوني من عند والديا، انا ما نكذبش عليكم طرت بالفرحه وعجبني الحال، حيت واخيرا غادي نمشي لاوروبا، وفي نفس الوقت غادي نمشي مع واحد الشخص اللي ارتحيت ليه، الشخص اللي كنحس براسي كنبغيه، وما كان بينو بينو حتى شي مشكل في هذيك الوقيته. حتى اختي عجبها الحال والامور كامله تيسرات، والديا خوتي ما كاينش شي واحد اللي عكس ليا على هذيك الزواجه. صافي يا هذيك كلشي داز مزيان، كنا دوزنا الخطابه وكانوا مشاو، واتفقنا في راس العام غادي نزلو كاملين وتما غنطيحوا العقد ونديروا هكا شي حفله فحال العرس، باش سيدي مشي طلع ليا الوراق والوقت اللي غيوجدوا ليا غادي يجي ويديني معاه. وفعلا داكشي اللي كان، الناس كانوا مشاو، اختي بقيت معاه على تواصل في هذيك المده، كانت كتهضر معايا كتعطيني معلومات كتعاود ليا عليه، ودائما كتقول ليا خصك تجمعي راسك والسيد راه واحد شويه خارج الطريق، كتقول ليا زعما هادشي راه دابا ماشي مشكل بالحق، راه غيتزوج خاصك ديري ليه عقلو تنقصي ليه من الصحاب، مهم كانت كدير ليه عقلي. وفي هاد الوقيته وليت حاطه عليها الراس لواحد الدرجه اللي ما كطيحش على البال، كانت خبارو كامله كتجيبها ليا بحكم انهم هما كاملين كانوا ساكنين في نفس الدار. صافي يا هذيك انا والسيد عايشين الحب والغرام، والسيد كان باغي يتسطى ويحماق عليا، راه كان كيموت على الاضطراب ديال رجليا، اش غنقول لكم، ما كانش نهائيا كيقطع معايا التليفون وكان فرحان بيا بزاف، التصويره ديالي دايرها في البروفيل ديالو، صحابو كاملين وراهني ليهم وكيقول لهم راه غنتزوج بها. ايوا صحابو كاملين كيقولوا لي واش ما كايناش شي اختها، تبارك الله عندك الذوق السيده زينه وما ناقصها حتى شي حاجه. المهم دوزنا هادشي حتى قربوا يجيو، فداك الوقت قال لي شنو نجيب لك اشنو نجيب ليك. ايوا انا بديت كنتشرط عليه وكنقول له بغيت هادي وبغيت هادي، داكشي بلاه ما كنت تصاور، مهم كندخل ليه السيت ديال تما وكنشوف بالضبط اشنو بغيت وكنصيفط ليه. صافي هاديك السيد شاف هداكشي اللي كنصيفطو ليه كيمشي ياخدو ليا ويصورو ليا ويعطيه ليا. المهم في هاد الوقت انا كندوي مع اختي، كتعاود ليا عليه الامور كامله مزيانه، كتقول ليا راه غتجي خاصك توقفي على رجليك، اصلا كانت وصاتني وقالت لي خاصك ضروري تعلمي اللغه باش تجي تخدمي هنايا، وقادك قادي الدبلوم ديالك ما قادي الدبلوم ديالك، مهم كانت كتنصحني وكنا حاطين الراس على بعضياتنا، وكانت كتعاود ليا حتى على عقوسي وكتقول ليا ما تصرع عليك حتى شي واحد، وكتقول ليا ان شي خير ما يسوى ما يصلح، ردي معاه البال وما ديش ما ديهاش في ديك الضحكه ديال والو، ما تعاودي سرك لحتى شي واحد ولا تابعها في حبالها. المهم كنت كدوي معايا وكتقول لي شوفي الراجل قولي لي اشنو بغيتي يجيب ليك وتشرطي عليهم وما ديريش راسك زعما ديك اللعيبه ديال جيبوا اللي بغيتو، قالت لي هما راه ما عندهمش هادشي خاصك تشرطي. لا لا قالت لي انا نقول لك، قالت لي هما راه عزيز عليهم اللي تشرط عليهم باش يعرفوا بقيمتك، وانا داكشي اللي قالت لي هو اللي كنت كندير. المهم بديت كنشرط على الراجل وجيب لي وجيب لي وجيب لي، وهي تما كتقول لي مالك على حالتك واشنو بغات هاد الصاك ديال 2 مليون، على مالا اشنو غدير فيه، على مالا مع من غتلاقى. المهم كانت كتغرق ليا بالحق، السيد في داك الوقت كان كيبغيني وكان مازال ما واصلش ليا، فما كانش كيهمو كاع هذاك الشيء اللي كنقول له عليها كيجيبها ليا. المهم خدا كلشي، وفاش كانوا جايين المغرب جمع كلشي في باليزه ومدها لاختي. المهم اختي حلات الباليزه وهزات منها واحد الصاك وهو اللي جات به، السيد شافو وكان قال يمكن عندها نفسه ومدوى ما تكلم. صافي جات المغرب، مهم وصلات استقبلناهم حيت كانوا غادي ينزلوا عندنا في الدار، جلسنا تغدينا من موراها كنا تعشينا تفرقنا كل واحد مشى فحال هكا. انا طلعت مع اختي للبيت باش تحل لي الباليزه، حلت لي الباليزه كنقلب على الساك حتى انا كيف دخلت مع الباب ضربت على الساك اللي هزه، ولكن قلت لها ربما شرات فحالو. المهم كنقلب وانا نقول لها فين هو الساك اللي شرى لي فلان، وهي تقول لي ها هو. قلت لها كيفاش ها هو؟ ابلي واش هو اللي لبسيه؟ قلت لها وعلى مالو شنو فيها؟ قلت لها ولي على شنو فيها هذيك راه شاريه باش نحطو في الدفوع، انت راكي عارفه. وهي تقول لي ودير شي ساك اخر. قلت لها واش انا شاريه بالزباله ديال الفلوس باش ندير ساك اخر؟ قلت لها انا بغيت ندير هذاك الساك بالضبط وبغيتو اوريجينال، حين زعما الناس غادي يجيو راه كيفرقوا ما بين الحاجه اللي اوريجينال والحاجه اللي فيك. لو دابا انت هي كلشي شافك لا زعما اشنو هادشي اللي درتي ليا؟ وهي تقول لي لا وانا ما صحابليش وزائد واش بغيتي بهذيك العياقه، وداك الشيء غيجمع لك غير العين ما غيجمع لك غير العين. انا بخافيه الحال وما نكذبش عليكم ما عجبنيش التصرف ديالها. المهم كنت خرجت من البيت ومشيت عند ماما وكنبكي عليها وقلت شوفي بنتك شنو دارت ليا، ما شوفي بنتك شنو دارت ليا. المهم ماما قالت لي ميكي وخليها تدبر راسها صافي نساي، قالت لي اختك راه ما قاصده حتى شي حاجه. صافي هي هذيك البنات غمضت عيني على هادي ودوزتها بجغيمه الماء، ارى ليكم هما كانوا خاصهم يتقداو ليا شي حاجه البلدين، نتوما راكم عارفين. ناضت اختي مشات معاهم وبداو كيتقداو، انايا مشيت حتى انايا عرفتو اللي كنحط عليها يديا، وكتقول كتنقص اختي وكتقول لي لا لا هذيك غاليه، هي اللي كانت كتحكم، هي اللي كتقول لك شنو ناخذ وشنو ما ناخذش.
ما عجبنيش الحال، ولكن مي ياكسو دوزتها بجغيمه الماء، ما يمكن ليش نضرب انا وخسي من النهار الاول. صافي خدينا هذاك الشيء اللي قسم الله، مشينا عند هذوك مالي ندفوع، وداك الشيء كانوا عجبوني واحد طواب الكبار، قالت كلاش بغيتي بهذا الشيء كثير، واش بغينا بيه حنا ناخذ غير الضيافه البلديين. قلت ليها لا انا هادو اللي بغيت، المهم مني منك مني منك حتى نقز راجلي، وهو يقول لي خدي داك الشيء اللي عجبك وداك الشيء اللي ترتاحي فيه. المهم حطيت يدي على هذوك الطوابل، وخسي كانت خرجت من المحل وبقات واقفه قدام الباب، ديك اللعيبه ديال زعما ما خديتوش بالراي ديالي بلا ما نبقى واقفه معاكم تما ونشطر معاكم على التمن. صافي كنا يسرنا الامور كامله في داك الوقت، كنا دافعين الوراق ديالنا عند العدول، عارضين على الناس، دافعين في التريتور في النقافه في كل شيء، حيت حنا كنا دايرين ضرب صداق ونقدروا نقولوا عريا الصغير باش كل شيء يعرفني انني تزوج ويتسد الموضوع. باش ديك الساعه حتى لو بغيت نسافر مع راجلي ولا تكون بيني وبينه شي حاجه ماشي مشكل، وهذا الشيء اللي كنا متفقين عليه انا وياه. صافي هذيك دازت تقريبا واحد السيمانه حتى كنوصل النهار اللي غادي نديرو فيه العقد. صباح ديالو كان خاصني ندي هادوك الحوايج لعند داك مول تيافر. المهم عيطت لختي، قلت لها عيطي لفلان قولي باش يجي يوصلنا، راه ما فيه ما يدير باريزه في الطاكسيات. وهي تقول لي وبلاتي بلاتي راه خاصني تما واحد الساك وواحد الصباط، راه هو اللي باغا نلبس. قلت لها كيفاش هو اللي باغا تلبسي ولا شنو غادي نحط؟ وهي تقول لي ودابا نعطيك الصباط ديالي والساك. علاش ما الصباط والساك واش بداتهم ليا من الباريزه ديالها؟ عرفتي الصباط وكله محرود من التحت. قلت لها واش شتي مسطيه؟ واش باغا نحط في الدفوع ديالي صباط وساك محرود من التحت؟ لو واش صافا با واش منيتك كدوي؟ وهي تقول لي لا وانتي مالكي مسمومه وانا يا غنلبسو وانت هادشي غير غتحطي والناس كاع ما كيردوا البال لهاد التفاصيل. قلت لها شوفي اختي انا غنحط حوايجي، وهنا سال الكلام ما فيا ما يبقى يهضر ويتناقش معاك. المهم جمعت الباليزه، هذاك الساك اللي كانت لبساتو اضطريت انني ما نحطوش، حيت الا حطيتو غادي يقولوا بحال الساك اختها وحطاته. هادشي اللي غيقولوا الناس هما النهار اللي كانوا جايين عندنا النهار الاول فاش اختي كانت جات، راه كانوا النص ديال العائله كاينين، كانت خالتي وبناتها وواحد ولد خالتي، المهم هذوك البرقاقه ديال العائله هما اللي كانوا حاضرين هذيك النار وغيضربوه من الطياره. صافي هي هذيك وصلنا هذاك الشيء عند هذاك السيد، رجعنا بدينا كنتجاراه واختي شغنقول لكم دايره رجل على رجل، ومقابله غير ولادها ما تسوقنا ليها ما حتى شي حاجه. المهم دوزنا هذيك هذاك الشيء ديحنا العقد، درنا هذيك الحفيله من موراها هزنا الراجل باش نسافر انا وياه، وكنا غادي نديروا الدخله. تخيلوا كيف وصلنا لوتيل ودخلنا للبيت، انا ما حاملاش الراجل والراجل ماشي ما حاملنيش، ولكن دخل نعس يعني ما وقع حتى شي حاجه. داز نهار الاول، نهار الثاني، نهار الثالث نفس الشيء. صافي كنا رجعنا في حالاتنا، ماما كانت سولتني قلت لها ماما ما وقع والو، قالت لي علاش؟ قلت لها ماما ما عرفتش شنو واقع. قالت لي ماما عندك يكونوا مثقفين وعندك يكونوا دايرين لي عندك. قلت لها ماما شكون اللي غادي يثقفوا وهو حياته كامله برا دارهم ما كيجيوش حتى المغرب؟ قلت لها يعني فهمتي ما كيجيوش، حين تما والدي خوتو خواتاتو كلشي 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 كاين تما قليل فاش كيجيو. قلت لها زعما هادشي راه ما كاينش على برا؟ قلت لها انا ما فهمتش. صافي هذيك دوزت تقريبا واحد اليومين، هو كان عنده واحد الغارات في الرباط، من بعد كنرجع، فاش كنرجع عاوتاني كنت خرج انا وياه، تما كنت جلست معاه وقلت له ولد الناس شنو واقع؟ زعما علاش ما تقربتيش ليا؟ قال لي والله ما عرفت، انا هادي اول مره غيوقع ليا هكا. قال لي انا ما فهمتش بالضبط اشنو واقع ليا، ما مفهمش بالضبط اشنو واقع ليا، هنا غادي يدخلوا الوالدين، هاد القضيه كانت كبيره. المهم بداو كيتجاراو ويبخرو يديروا في داكشي اللي كيديروا فيه. صافي دوزنا هذاك الشيء، حاولنا حتى عينا في هذيك المده والو ما كانت حتى شي حاجه. صافي السيد كان مشى وقال لي ان شاء الله ما يكون على الخير. فاش وصلت تما كنهضر انا وياه، هو يقول لي في واحد النهار قال لي شوفي، قال لي انا راه طبيعي. قلت له كيفاش طبيعي؟ اذا انت درتي شي حاجه؟ هو يقول لي لا ماشي هكاك، غير انا كنحس براسي طبيعي، ولكن فاش كنكون معاك هي فاش كيكون عندي المشكل. المهم مهمته بدات كتجري ليه تما، اختي كانت حاضره لهذا الموضوع كامل، وكانت كتقول لي شوفي هذاك غيكون شي وحده من صحاباته هي اللي متقفاك. كنقول الله يهديك صاحبتي، واش جاكلين وهذا هما اللي غيتقفوك؟ قلت لها كلاش هاد الهضره ديال والو، قلت لها تما راه ما عندهمش هاد الشيء. وهي تقول لي والله وعلم تقدر يكون كيعرف شي مغربيه وما تزوجش بها. قالت لي وزيدون هو راه ما كيقدرش يحك راسه. قالت لي راه النهار وما طال هو خارج مع صحابه. قالت لي واش نقول لك؟ هو اللي كيقول لك انا ما بيا والو غير فاش كنكون معاك نتيا. قالت لي اذا هذا راه عنده العلاقات هنا وكتحرشني عليه البنات. انا في هذا الوقت بديت كنغير وكنقول انا ما يمكنش زعما شنو المشكل اللي فيا، وانا البنات راه ما كنقص فيه حتى شي حاجه. كنت كنجلس معاه وكنقول له اول الناس واش انايا ما عاجباكش؟ كيقول لي واش انا كون ما كنتيش عجباني غادي نتزوج بيك؟ كيقول لي واش انت منيتك؟ كيقول لي انت عجباني وداخله ليا لدماغي انا هادشي اللي واقع ليا.
ما فهمتوش كيفاش. صافي سيدي بدا كيجري في الوراق حيت هو عنده الجنسيه، داكشي ما تعطلش ليه بزاف. كنخرجوا ليا الوراق جا دفعنا، ما داش بزاف حتى كنطبعوا ليا. صافي كنت هزيت الطياره ومشيت انا وياه. كيف وصلنا لتما كنلقاو ان السيد عنده بيت مع دارهم فحالو فحال خوتو، غير هو البيت ديالو ما مفرش ما مقاد ما حتى شي حاجه، بيت ديال الزوافريه. انا فاش شفت داك المنظر ما عجبنيش الحال، وخاصه فاش قالت لي قوسي انها كانت باغا تبدل البيت، ولكن اختي قالت ليها ما كاينلاش حيت راجلي كان قال ليهم انه باغي يعزل ليا بوحدي، ما باغيناش نسكنوا في نفس الدار. المهم انا فسمعت هاد الهضره قلت زعما حشومه، انا يا جايه عروسه جديده حشومه نجي على فراش قديم وفراش ديال شخص واحد ماشي حتى ديال شخصين. واخا هكاك غمضت عيني وسكت ودرت راسي هبيله، واخا هادشي كامل ما كانش عاجبني وكنت حاسه ان اختي ما حملانيش. بالحق كنت كنكذب راسي وكنقول علاش انا باش قيساها، ما دايره ليها راجلها ما حتى شي حاجه، بعيده عليها كل البعد واختها في جميع الحالات، يعني خصها تبغي ليا الخير. المهم يا هاديك عشت معاهم في هذيك الدار، بالحق ما طولناش بزاف، دوزنا تقريبا واحد الشهرين وكان هزني الراجل، وفعلا كان كاري ليا واحد دويره صغيره ومشيت ليها انا وياه طوال، ما عندنا حتى شي تفصيل هو الاخر. المهم بديت معاه من تحت الصفر وما كانش عندي المشكل، اصلا انا ما كنتش طماعه، ما كانش من هذوك البنات اللي كنقول لحق الراجل خاصو يكون كامل من من مجاميعه. كنقول ماشي مشكل نبدا معاه من الاول، نقضي معاه باش ما كان الا كان عنده يبرعني ويكسيني ويصبطني، ولا ما كانش عنده صبر معاه الدنيا هانيه. انايا كنت ناويه من المغرب ما نقلش في حالاتي، وفعلا كي وصلت تما بديت كنقلب على الخدمه. في الشهر اللي غادي نتحول انا وياه ونسكنوا بوحدنا، في نفس داك الشهر كنت لقيت واحد الخدمه اللي مزيانه وخدمت بالخدمه بالقرايه ديالي، وحين كانت عندي اللغه وكانت عندي الانجليزيه ما لقيت حتى شي مشكل. وهنا فين غادي تجبد الصداح ديال بصح، لان في هذا الوقت ما كاينش شي واحد في العائله ديال راجلي اللي ما قالش راجلي تبارك الله على مرتك، كيفاش يعني يلاه جات ولقات منصب او خدمه بهاد الثمن وبهاد المنصب، يعني خدمه اللي كانت زوينه. وفي هذاك الوقت اختي راه كانت غير كديباني، كل مره فاش كتخدم مره كدير الميناج مره تقابل شي وحده كبيره، واخا راجلها كان خدام وزعما واقف هكا على رجليه، هي كانت كدير هذوك الخدامي باش حتى هي الا بغات تشري شي حاجه تشريها، ديباني راسها تجمع، يعني مهم كيبقاو الفلوس دياولها. مهم ما عجبهاش الحال، كانت عيطات عليا وقالت لي مبروك عليك، ولكن من داخل البيت ديالها كتحسي بها فحال هكا مقروصه فحال شي حاجه. مهم انا ما تسوقتش لهادشي كامل، كنت فرحانه وعجبني الحال. فداك الوقت كنت كنقرا اللغه كندير المستحيل، كنحاول انني نقرا كنحاول انني نقد حياتي، ولكن شكون اللي خلاك الراجل؟ هذاك الشيء اللي كانت كتعاود لي عليه اختي بصح ماشي غنقول لكم كذوب، فعلا الراجل كان زهواني عطيها غير الزنديق والبنات، بديت كنحصل عليه الخيانات وحده من مورا وحده. والمشكل اللي كنطرا فيه ان هادوك البنات كاملين اللي كنلقاهم معاه راه عرفتو لا علاقه معايا، كتلقاي شي بنت لا علاقه لا لاطاي لا الصوره، كنقولو دابا دخلت عليك غير بالله، قولي اشنو عجبك فيها؟ واش راه ناقص عليك شي حاجه؟ واش انا ما كنعجبكش؟ كيقولي لا انت كتعجبيني وما فيك حتى شي مشكل. بعدا بالنسبه لهداك الشيء ديال تقاف، الوقت اللي جيت لهاد البلاد عرفتو مهم داز داكشي بخير، كنت سولتو قال لي ما درت حتى شي حاجه، بالحق عقوسي قالت لي احقا بحقا كانت كتبخرو ما كانت كتبخرو. صافي الله اعلم واش فعلا كانت كتبخرو ولا هذاك الديار شي واحد فسخو، الله اعلم. مهم ما عرفتش. صافي بقينا على هاد الحال انا وراجلي، بداو بينات المشاكل والصداعات، وهاديك اختي بلاص ما تبرد القضيه كانت كتشعل عوافي. انا كتعطيني وجه، وبعد المرات كتجي وتعاود لي عليه وتقول لي راه راجلي شاف وراه راجلي دوا معاه، راه راجلي غوت عليه، راه حقا كاينين في هاد البلاصه، راه حقا سهرانين مع شي صحاب وصحاباتهم في هاد البلاصه، احقا هنايا. مهم كتجيب لي البلانات ديالو وكتجبد لي صداع معاه، وهو كتمشي عنده علم الله شنو كتقول ليه عليا، وكان دائما كتحفر لي مع عائله راجلي ومع شيخي. مهم انا فيما كنت كنمشي عنده كنلقى الناس هازين شوكتهم عليا، وشحال من مره الهضره كنقولها لختي وكنلقاها عند عقوسي، وهاد الهضره كتكون اختي هي السبب اللي خلاتني نقولها. مثلا كتبقى تعاود لي عليهم وكتقول لي مثلا شيخك راه مسموم وقبيح، وانا الا قلت لها نص كلمه ولا قلت لها دار لي ديك النهار ولا فعل لي كتمشي وكتوصلها ليهم. المهم هنايا انايا بديت كنعيق وبديت كنجمع راسي منها، وهنايا فالسيده زادت كرهتني اكثر وما بقاتش كتحمل ليا فيا الشعره، ولات كتغرق ليا ديال بصح. صافي غادي ندوزوها البنات واحد 6 شهور، انايا حتى بديت كنحس بان الامور كامله تقادات، الراجل كنحاول انني نسيطر على هذوك المشاكل اللي ما بيني وما بينه، وكنحاول ندير الما منين يدوز. صافي حتى هو كان ترخف واحد شويه وما بقاش كيف ما كان في النهار الاول. المهم كان كيدخل دارو بكري، ما بقاش كيسهر مع صحابو بزاف، ما بقيتش كنحصل عليه حتى الخيانات. واش فعلا ما كانش كيخونني في هذيك الفتره ولا كان عارف او حافظ صواريه مزيان؟
غادي نبقاو جارين حتى النهار اللي غنعرف راسي حامله. المهم فاش عرفت راسي حامله الراجل طار بالفرحه، مشى كيطير كيقولها لباه وامه. المهم باه وامه فرحوا بزاف وعود سعيدات عليا وقالت لي بنتي شنو تجهيتي وشنو بغيتيني نوجد لك. المهم قلت لها خالتي ما تجهد دابا حتى شي حاجه، صافي مشيت في حال هاتي كملت في حياتي ما كاملاش البنات شهر يعني في الوقت، يعني اختي غتلقى ديك الساعه حيدات الفانيد عاد كنسمعوا ان فلانه حامله. انا فاش سمعتها تصدمت في الاول، قلت لها ربما حامله بس زعما حيت هي باغا تولد، واخا يعني تبارك الله عندها ثلاثه الوليدات. ولكن الوقت اللي بدات كتعامل بواحد الطريقه اللي ما هياش، ولا دائما كتحاول انها تبين ليا انها هي مهمه عليا، عاد كتقول لي احق انا تشهيت رفيته وعقوسي صيبتها ليا، احق انا درت هادي وعقوسي دارتها ليا. وهي كان اكره ما عندها هي نصيب شي حاجه ويشكرني شي واحد، ولا مثلا يدوي ويقولوا انني انا يلاه جيت واقفه على رجليا وخدامه وما ناقصني حتى شي حاجه. وغير اللغه هي الاخرى، كلشي كيقول ان اللغه ديالي نقيه الا هدرت ما تعرفينيش نهائيا انني عربيه، عكسها هي لسنين وهي في هذيك البلاد وباقي حتى لهذيك الساعه زعما هذيك طريقه الهضره ديالها كتبان انها زعما ماشي تعاقنا اللغه مزيان. المهم بقينا جارين هكاك اليوم غدا اليوم غدا حتى النهار اللي غينوض واحد المشكل كبير مع راجلي وناضعه تاني بسبب الخيانه الزوجيه. المهم كنت حصلته كيهضر في واحد الكونفرساسيون مع واحد خيتي ومصيفط لي شي فيديوهات ومصيفط لها حتى هو شي فيديوهات، ومن خلال الكونفرساسيون كنت عرفت انه تلاقى معاها. وفي هذا الوقت انا هذاك الشيء كامل بدا كيطلع ليا في راسي، حيت راجلي لقيتو غير مسؤول، ماشي شي واحد اللي هاز معاك المسؤوليه. لقيتو كيكمل حشيش بزاف د الحوايج اللي انا ما كنتش كنعرفهم عليه. هذيك الساعه عرفتو المصيبه ان عائلته واختي كلشي عارفينه وضاربين طم وساكتين. والنهار اللي جاوا باش يقولوا ليا راه السيد باغي يتزوج بك حتى شي واحد ما قال ليا هاد الهضره. المهم تعصبت صعيت لاختي وبديت كنبكي، وقلت لها جي تشوفي هاد خينا شنو داير ليا. وانا كنعاود ليها هي كتحرش فيا وكتقول لي عرفتي ما ديري، نزلي للمغرب اللي يتأدب ويولي يقلب عليك وما يلقاك شو احقا ونتيا منتيا. مهم السيدة كتحفار ليا انا هي على نيتي، كنقولها والله ما عرفت شنو غندير وكنبكي. المهم كيف قطعت معها لابيل مشات عند عقوسي وقالت ليها احقا ما احقا ديك البرهوشه ما عرفتش بالضبط علاش كتقلب، باغا تجبد ليا الصداع، باغا دير ليا المشاكل ما بيني وما بينكم. راه قالت لك احقا ما احقا غادي تهرب المغرب ما عمركم ما تشوفوا حفيدكم وغادي تحرمكم منه. ناضت العقوزه قالت ليا واخا تكون والده ليا الامير، قالت لي تمشي تدبر راسها داتو راه حنا عندنا عرام ديال الحفايد، خليها الخلا وجلا وشطبت عشوره ولا مشات لهذيك البلاد ما عمرها تحلم بالوراق وما عمرها تحلم انها تجي لهنايا مازال. المهم الراجل ساق الخبر لهذا الشيء، وانا هذيك الساعه كنت مخاصمه معاه، ناض هو باش يتصالح معايا جا وعاود لي داك الشيء اللي قالت اختي العقوسي. انا تما تصدمت وتما عاد طلع معايا القالب وفهمت هذا الشيء كامل اللي كنعاود لكم دابا. المهم ما عرفت ما نقول ليه، بقيت عاطيها غير لبكة. كنت صالحت معاه يومين ومن بعد كنا تخاصمنا، وتخاصمنا على شي مشاكل ديال الدار والمصروف ديال الدار. المهم السيد فاش بدينا كنتلاجو كنهز يدي حتى السما وكنصرفقني. انا فاش صرفقني بحال هاد صدمت كنقول اويلي هذا شنو دار، كنستفعت وبديت كنغوت وانا هي كندفع فيه وهو كيدفع فيا وكيحاول انه يضربني. وانايا ماشي سهله اللي غنقول لكم غنخليه يضربني ونسكت وما ندوي ما نتكلم، كانت اي حاجه حدايا كنشير عليها به، اي حاجه كتبان ليا كتشير عليها به. المهم بقينا مضاربين هكاك، اضرب فيا نضرب فيك اضرب فيا نضرب فيك، الجيران سمعوا الصداع. ديك الساعه عيطوا البوليس، البوليس حتى جاو دقوا شنو كاين ما شنو كاين، خرج عندهم انا مشاكه حالتي حاله الدار مرونه مالكم. قلنا لهم راه حنا مضاربين، هو بدا في الاول بعدا قال لهم لا راه ما كاين حتى شي حاجه. انا قلت لهم لا الراجل ضربني ويدي كانت مصوره في حنكي من غير الدار اللي كانت مشقلبه والروينه وهو تا هو مضروب. المهم هزونا بجوج داونا للبوليس، تما كانوا جات عندي انايا واحد مساعده شمائية. المهم جات عندي قالت لي شنو واقع ما شنو واقع، لقاتني انا طيبه. هذيك الساعه كنشوف راسي بوحدي في هذيك البلاد، ما كاينش اللي يعاونك، اختي اللي غتعاونني وتهز بيا هي اللي كتحفر ليا. كنقول يا سيدي ربي علاش انا شنو درت ليها. المهم بقيت عاطيها غير البكا. هذيك السيده فاش شافتني هكاك تخلعات. المهم فداك الوقت كانت هزاتني وداوني لواحد الدار ديال هذوك العيالات اللي كيكونوا مؤنفات، بقيت جالسه عندهم واحد المده. كانت قالت لي واش غترجعي لراجلك، قلت لها لا، قلت لها ما بقيتش بغيتو، حيت صافي كنطلع ليا في راسي اش غنقول لكم. السيد من نهار اللي تزوجت بيه وانا عايشه معاه في المشاكل، يا نحصل عليه الخيانه يا نحصل عليه الحشيش يا المشاكل مع عائلته. المهم داكشي كتير بزاف، هذاك الراجل ماشي هكا كنت باغاه وماشي هكا كنت كنحلم به. ايوا انا في هاد الوقت ماشي زعما مشيت عندهم وبقيت جالسه كنتسنى شنو غيديروا معايا، لا كنت كنبحث كنقلب كندخل للانترنيت، وهادشي علاش اللغه كتعاون بزاف. كنقلب على القانون ديال هذيك البلاد شنو نقدر ندير في هاد الحاله. المهم بديت كنقرا
وكنت كنعرف حقوقي كامله. فاش كانت كدوي معايا ديك المساعده الاجتماعيه دائما كانت اي حاجه كتقولها ليا كتعرفني انني انايا في خباري، انا اللي كنت لبس منهم المحامي، كنت قلت لهم على ود الاوراق ديالي، قلت لهم انا راه كنتعرض للعنف في هاد البلاد، انا راه جيت هنا راه عندي اللغه، راه خدامه في بلاصه فلان فلانيه. مهم السيده مع كانت كتشوفني مقرصه مجبده، عارفه الحقوق ديالي، عارفه منين ندخل ومنين نجي، فما كانش قد انها تغمق عليا ولا دير ليا شي مشكل ولا شي حاجه. صافي هي هادي كانوا شدوا ليا المحامي في داك الوقت، بقينا هكا كنتقاتلوا وكنطلعوا في الاوراق وكننزلوا، حتى كانت خرجت ليا الاقامه الدائمه. هذه هي اللي كانت جابت لختي تماما، البنات كانت جابت ليها تمام، حيت حتى لهذاك الوقت هي ما كانتش خارجه عليها. المهم انا طرت بالفرحه وعجبني الحال فديك الساعه، وخاصه انها خرجت ليا حتى الدار وكنت ولدت بخير وعلى خير، جميع الامور ديالي تيسرات. عرفتي فاش كيجيك الفرج من عند الله وكتحسي بواحد الفرحه كبيره، وكاع المشاكل اللي عندك في حياتك كتحل، عرفتي من بعد هذاك الضيق كيجي الفرج. هادشي اللي وقع ليا بقوه ما كانوا ما كنت غارقه في المشاكل، بقوه ما كنت حامله حتى واحد محدايا، كنت تألم راسي عايشه العنف مع راجلي والخيانه الزوجيه، حتى كنولي كل شيء عندي ما ناقصني حتى شي حاجه. صافي بقيت خدامه على راسي، حتى كنت هنيت من هذاك السوسيال والمساعده الاجتماعيه، وليت عايشه راسي ما ناقصني حتى شي حاجه، كانوا عارفوا انني قاده بشغالي. صافي هما مشاو، انا بقيت عايشه مع هذاك الوليد ما منقص عليه والو، فرحانه. الراجل بدا كيدخلني وكيقول لي احقا بغيت نشوف ولدي، قلت له واخا سيدي. المهم فاش ولا كيجي يجي يشوف ولدو كيلقاني لابسه ومقاده ومهليه في راسي، وفي حاله ما واقع ليا حتى شي حاجه، عرفتو دايها في خدمتي ولا شتيني ما تقوليش نهائيا انني دست من هذوك المشاكل. المهم السيد بدا بشويه بشويه كيتقرب، فيما كيجي كيجيب ليا الكادويات، كيعتذر وكيقول لي سمحي لي على كاع هذاك الشيء اللي داس، انا ما عرفتش شنو وقع ليا، انا حقا كنت حمار، كيفاش نفرط في مراه في حالك نتيا، انا غير هادي وتوبه ما عمرني ما نعاود. المهم اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا تحف رجليه وطلبني طلي في هذا الوقت. شيخي حتى هو جا واعتذر وقال اسمحي لينا بنيتي، وحنايا ما بغينا لك حتى شي حاجه ديال الشر. وكانوا كيجي وكيتصدموا كيلقاو الدار في الرشه على حقها وطريقها، انا عايشه مزيان معيشه ولدي مزيان، هذيك الفلوس اللي كان كيعطيني الراجل باش زعما نوقف بها مع الولد ونشري ليه داكشي اللي خاصو، كنت كنخسرها غير على الحوايج ديالو. عرفتوا فاش كيديه وكيلبس احسن مكان في السوق، كيبقاو يشوفوا هكاك وكيقولوا هذه هي المراه، والا فالا قدرت انني نوقف في هذيك الدوله على رجليا، وهي اوروبا كامله او الخارج كامل خاصك تكوني لا اللوم ولاتي. ومن نهار اللي تخرجي برا المغرب تعتمدي على راسك، ما عمرك تعتمدي على شي واحد ولا تقولي شي واحد غادي يدير لك شي حاجه. صافي هي هذيك البنات، بقيت هكا كنتقاتل حتى النهار اللي الراجل غيجي كيطلب وكيرغب وكيقول لي العار اللي ما سمحي ليا، انا بنت الناس كنبغيك وراه كانوا التدخلات وراه اختك دارت واختك فعلات وانا ما عرفتش شنو وقع، وانا والله حتى كنبغيك والشيطان دخل بيناتنا. مهم بقى كيطلب فيا وكان قال لي ما عمرني مازال نغدرك ولا ندير شي حاجه من موراك. شفت حتى عييت وقلت معليش نرجع ليه، لا ربما يكون صغير وحتى لا ما كانش على ودي على ود هاد الوليد، انا ما نكرهش ولدي يتربى مع باه. فعلا كنت غمضت عينيا ورجعت لهذاك الراجل ودوزت انا وياه مده واللي ما كانش طويله، حتى كنا نوضناها مره اخرى ونوضناها عاوتاني، حيت لقيته كيهضر مع واحد خيتي في التليفون، جيت كنهضر معاه بغى يمد عليا يديا، يلا غندير يديا في ودني السيد علق من الدار وخرج. كنعرف الا جاو هاد المره البوليس وعطاه كيضربني غادي يوقع في مشكل كبير، ماشي فحال المره الاولى. صافي هي هذيك، من تما كنت قطعت معاه وليت كنتلاقى معاه غير في الوقت اللي كيبغي يشوف ولدو خلاص، وهو باقي لحد الان كيطلب فيا وكيرغب وكيقول لي العار لما رجعي ليا، انا كنبغيك انا كنحماق عليك. الوقت اللي كيبغي يجي للدار وكيبغي زعما فاش كيقول لي رجع ليا وما كنبغيش وكيبغي يدير شي حاجه، كنقول له كنقسم فمي بالله حتى غندير يديا في ودنيا، وفاش يجيو البوليس غنقول لهم انا كتهجمتي عليا وجيتي للبلاصه اللي ساكنه فيها وانا ما بيني وبينك حتى شي حاجه. سير كيف كنقول لي هذه الهضره كيحضر راسو كيمشي. اختي علاقتي بها تقطعات، ما بقيت لا كنهضر معها لا كنتكلم. ماما من المغرب كدوي معايا وكتقول لي مالك مع اختي، كنقول لها قولي لها هي تعاود ليك، انا ما نقدر نقول لك حتى شي حاجه. عائله راجلي من الطرف، ما كاينش اللي ما كيتلاقاش مع راجلي وكيقول لي خسرتي مرا بألف راجل، مرا ما جات فين تكمل عامين حتى وقفات على رجليها، دارت داكشي اللي ما كيديروش الرجال الشلاغميه في هاد البلاد. كلشي كيقول لهم هذيك السيده الله يعمرها دار نتوما اللي درتو ليها المشاكل في حياتها، كيقولوا راجلي انت اللي خسرتيها، انت اللي بقيتي عطيها الزهو البنات والدوران والحشيش والتخربيق، اختي كتحفر في العوافي بلاص ما تقادهم. شيكون غير لقيت في هذاك الوقت اللي قاد ليا عقلي ويدير لي توا عقلو كان ممكن الامور تصلح. ولكن البنات شغنقول لكم الله يهدي ما خلق، انا ما عرفش بنادم
علاش كيتصرف هكا زعما؟ الا زالت النعمه من عندي واش غتمشي عندها؟ راه مستحيل، راه ربي هو اللي كيعطي وربي هو اللي كيرزق. رزقك راه هو هذاك، ما رزقكش راه واخا طير وتنزلي، ما غاديش نهائيا تجيك شي حاجه الا الا كتبها عليك الله. انا الحمد لله اليوم عايشه بخير وعلى خير، عايشه مع وليدي، واقفه على رجليا، خدامه، ما ناقصني حتى شي حاجه. الراجل انا اللي كركبته باقي لحد الساعه كيطلب وكيزوق فيا وكيقول لي يا حفصه اللي بغيتيها نديرها معاك، المهم غير نرجع معاك ونشد معاك الطريق. كنقولو جربت جربت ولد الناس، وانت راه ما عمرك ما تبدل، حيت اللي في شي فيس الله يودر ليه الطرنوفيس. هذه هي قصيه البنات، واليوم جيت نعاود لكم كيف ما هي، حيت ما نكذبش عليكم كنسمع بعض العيالات هنا في اوروبا كيبداو يبكيو وكيقولوا حنا ما عرفناش شنو نديرو، وكتلقاي كتعرض للعنف ما كتعرفش شنو دير. انا نصيحتي لكم، شي اي امراه في اوروبا كتعرض للعنف، اول حاجه ديرها هي دير يديها في ودنها وتغوت ربي اللي خلقها وتجمع عباد الله ويعيطوا للبوليس، وما تمشيش تقول لهم حقا لا هذا الراجل ما ضربنيش، حيت فاش كتقول لهم ما ضربنيش وهو ضاربك المره الاولى والمره الثانيه، راه من بعد يقدروا يديو لك الاولاد ولو كنتي عاجبك الحال وعاجبك انه يبدا يعنفك. والدراري ما يمكنش يعيشوا في هذاك الجو. انت خاصك قبل ما تجي لهاد البلاد تعرفي حقوقك، خاصك تقلبي على راسك. الراجل الا صلاح هو هذاك حطيه فوق راسك وتهلاي فيه وولد الناس اللي قالها لك ديريها معاه، ولكن الا كان شي ولد الحرام انت هي تقادي وهو يريب، اختي الا دار لك شي حاجه عرفي كيفاش تصرفي وقلبي على راسك. وبحتي نرى الوقت اللي كنت جالسه عندهم فديك الدار ديال هذوك العيالات المؤنفات، راه العيالات شي وحدين راه كانوا غير جالسين ما عارفينش راسهم من رجليهم، كيتسناو الاخرين هما اللي يجيو ياخذوا لهم الغراض. انا راه دخلت وانا الاولى اللي خرجت، راه منين النهار اللي دخلت وانا كنسول على راسي وكنشوف كيفاش نقاد الوراق، كيفاش يعطوني الدار، كيفاش نخرج من تما، كيفاش نوقف على رجليا. كنت كنبحث وكنسول وكنسخسي، وهما فاش شافوني فحال هكا دغيا سرباو لي الدوسي ديالي. والحمد لله اليوم عايشه مزيان وما ناقصني حتى شي خير. الغزالات ديالي هنا سالت القصه ديالنا، ما تنساوش طبعا تخليو الاراء والتعاليق ديالكم لصاحبه القصه، وما تنساونيش من التعاليق الزوينه ديالكم. هنا ما بقى لي الا نقول لكم حبيباتي ما سخيتش بكم، تلاقاو ان شاء الله في قصه جديده. السلام عليكم.